بعض النجوم عندما يفارقون من يحبون يروا في الغناء لهم مواساة ومداواة لآلامهم. آخرهم كانت النجمة العالمية شاكيرا. إليكم أبرز هؤلاء النجوم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. أطلقت النجمة العالمية شاكيرا أغنيتها الجديدة، وكانت عبارة عن رسالة لحبيبها السابق جيرارد بيكي، حيث هاجمته وحبيبته الجديدة كالاراشيا الأغنية التي شاركها بها الأرجنتيني. تتضمن كلماتها ما يلي: لقد غيرت سيارة فيراري لسيارة توينغو، لقد غيرت ساعة رولكس لساعة كاسيو. وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية منذ لحظة انطلاقها، حتى وصل عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب حتى الساعة إلى أكثر من 26 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة على إطلاقها. وعن كواليس أغنية بنليف، أوضح أن يوم رحيل عبد الحليم عاد بليغ حمدي إلى منزله وكان حزيناً ومكتئباً، وكتب كلمات بنليف ثم لحنها، وسمعتها وردة الجزائرية وأعجبت بها وسجلتها في فيديو ظهر فيه بليغ يعزف ووردة تغني. وأغنية سألوني الناس، فكانت كلمات الأغنية تعكس حزن فيروز لغياب زوجها لأول مرة، ولحن هذه الكلمات الابن زياد الرحباني وهو ما زال في 17 من عمره، ونجحت الأغنية نجاحاً هائلاً وارتبط بها الجمهور. لكن هذه الأغنية أثارت غضب عاصي الرحباني، وشعر أنهم استغلوا مرضه فقرر أن يحذف الأغنية من المسرحية، ولكن نجاحها جعله يتراجع عن قراره. ويشاء القدر أن تكون هذه الأغنية هي تخليدة لذكرى قصة الحب التي جمعت بين فيروز وعاصي. فعندما غنتها فيروز مرة أخرى بعد رحيل عاصي الرحباني، بكت جارة القمر وهي تقول: والأول مرة ما بنكون سوا. بعد أن استمر زواج وردة وبليغ حمدي 6 سنوات، انفصل ثنائي بعد ذلك بسبب الغيرة وكثرة السفر بليغ. وبعد الانفصال عانى بليغ من الاكتئاب وأصيب بوعكة صحية. وقدم بليغ حمدي أغنية بوتعك التي كانت آخر أعماله الفنية، وأكملها الشاعر الغنائي منصور شادي، وبعدها أرسلها بليغ لوردة التي شعرت أن كلماتها كلها عتاب من حبيب العمر، حيث إن كلماتها جاءت كالتالي: بوتعك وبودع الدنيا معك. وقررت وردة أن تقدم هذه الأغنية لتكتب بذلك سطور النهاية لقصة حبهما.